بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من مساق الذكاء الاصطناعي الحوسبة المقالة. اليوم إن شاء الله تعالى حنتكلم عن الباب السادس ونتكلم عن الماركوف ديسيجن. طبعا احنا يا جماعة الخير السابقة عملنا فورموليشن أو كان في عندنا كلام واضح إنه دائما في موضوع الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن بحث عن أفضل الحلول أو أفضل الطرق لتحقيق الهدف المطلوب. واليوم إن شاء الله تعالى حنتكلم على الشغلة بنسميها عادة الجزء من البروبلم أو البروبابيليستيك ريزونينج. probabilistic reasoning. probability over the time. over time. يعني أنا الآن بده يكون في الزمن بده يدخل معايا أو في عامل الزمن بده يكون جزء من الحل. يعني كل ما أنا أنجزت الحل بشكل أسرع بكون الأمور بالنسبة لي أفضل. وبالتالي ممكن انا جزء من هدفي او بده يصير جزء من الهدف تبعي انه انا اقلل الفتره الزمنيه للوصول للحل اللي موجود عندنا سابقا. في كل الالجوريثم السابقه ما كان في عندي مجال اني اتكلم على التايم وما كنت بعد بالزمن انا قديش بده يكلفني زمن، لكن كان هدفي دائما ان اصل حل او ما اصلش. طبعا لما انا بتكلم على الماركوف ديسيجن بروسيس او مختصرها الام دي بي او البعض بسميها الماركوف ديسيجن تشين، وهي سلسله تعتمد على الاحتمالات في الحل. طبعا لما بنتكلم الريزون اباوت سيكونس اوف اوبزرفيشن، طبعا لاحظوا يا جماعه الخير انا العنوان الاول في عندي هان انسرتينيتي، في عندي عدم التاكد او عدم الوضوح في الحل، ثم التايم. وبالتالي أنا الآن محتاج إلى تكنيك موجود مختلف تماماً عما كان سابقاً. Uncertainty إحنا كان في عندنا هدف، الهدف موجود وأنا بدي أسعى باتجاهه، وهنا في عندي الهدف موجود وبدي أسعى باتجاهه، لكن سابقاً كان موجود أنا بعرف قديش قربت من الهدف، بس الآن الأمور شوية حتختلف مش زي ما كانت سابقاً، عشان هيك بقول uncertain أو غير دقيق أو غير معروف. والتايم زي ما قلنا التزام. وبالتالي احنا عاده احنا بحاجه ان نشوف او ندرس منطقيه about or sequence of observation، مجموعه من الاوبزرفيشن. طبعا احنا بنتكلم على ستيت وبنتكلم على الاكشن اللي وصلتني للستيت اللي موجود عندها. وهذا الكلام طبعا احنا ممكن نتكلم في السبيتش ريكوجنيشن عشان اميز الكلام اللي موجود عندك، هان الروبوتيك لوكلايزيشن في تحديد مواقع او تحريك الروبوت، اليوزر اتنشن لفت انتباه المستخدم او ما شابه، والميديكال مونيتورينج او متابعه العمليات الطبيه او نعم الطبيه. وبالتالي احنا بحاجه انه ندخل الزمن او عامل الوقت في المودلز اللي موجوده عندنا. طبعا لما بتكلم على ماركوف ديسيجن بروسيس او ماركوف ديسيجن تري تشين، انا بتكلم على نون ديترمينستيك عكسها طبعا تماما اللي هي ستوكاستيك. ايش يعني؟ انه انا في عندي بعض العشوائيه في الاكشنز، يعني ان ديترمينستيك محدد، كل خطوه معروفه ومدروسه وشو اللي هو بتوصلني. السكسسور انا في الكرنت ستيت بدي اروح، معناته بناء على الاكشنز في انا عندي 3 سكسسورز ستيت، بينما معروفات بري ديترمايند. بينما في الوضع الحالي لما انا بتكلم في الانسرتينيتي واتكلم في مع التايم، معناته انا بقدرش اتكلم على ديترمينستيك، انا بتكلم على ستوكستيك او اللي هي نون ديترمينستيك ستوكستيك. يعني لازم يكون انا في عندي بعض الارتجال في السكسسورز، ممكن انا اختار واحده من الثلاثه هذول والتنتين هذول ما بديش اياهم، ما بيلزمونيش، لانه هذول ممكن الانفايرمنت هي اللي بتتحكم فيهم بناء على القيم الموجوده. بمعنى انا لو كان في عندي
زي ما كان هنا في الصورة في عندي هنا، نرجع لفوق شوية، أنا الآن ممكن أنا أمشي خطوة للأمام وكمان خطوة للأمام، بعد هيك أنا في عندي حفرة نار. طيب أنا لو كنت هان ومشيت خطوة للأمام، أوكي أنا لو رحت هيك عفوا، وبعدين هيك، بعدين هيك، بعد هيك بقدرش أمشي للأمام، في عندي جدار بدي أتحرك إما يمين أو يسار. طيب أنا في كل الأحوال أنا في عندي الستيبس الخطوات تبعتي بالاتجاهات الأربعة الأصل حسب الستيت اللي موجود عندي، أنا بقدر أتحرك الآن في ستيت أنا موجود هان متاح عندي الأربعة، بينما في ستيت تانية أنا عندي هذه بلوك، هذه جدار، وهذه حفرة نار، فمش حقدر أنا أروح باتجاه هذول التنتين، حلغيهم من النقاط الموجودة عندي، وحتكلم على سكسور. لكن مين اللي بتحكم في الموضوع اللي هي الانفايرومنت اللي موجودة عندي، وبالتالي أنا قاعد بتكلم على استوكستيك ممكن تكون موجودة عندها. بالإكزامبلز هذه الصورة هي نفس الصورة السابقة اللي موجودة عندها، لكن زي ما قلنا أو خلنا نقول في الفوق في 2D الجريد وورد. أنا الآن عبارة الجيم تبعتي أو العالم أو البيئة الانفايرومنت تبعتي هي عبارة عن جريد، مجموعة من السيلز المربعات اللي موجودة، الميز لايك بروبلم اللي تشبه المتاهة، agent lives on a grid بعيش على جريد، wall block the agent in the agent path. في بعض الأحيان في عندي جدار، أو هنا طبعا كان في عندي أنا جدار يغلق طريق الايجنت اللي موجود عندها. وبنتكلم احنا الان على نوزي موفمنت، بتكلم على حركه غير منتظمه او عشوائيه. الاكشنز ار نوت اولويز جو از بلان، يعني انا مشيت للخطوه للامام وعندي المفتاح بتحرك يمين يسار الى اخره، لكن هنا عندما زي ما قلنا اجيت انا هنا في المنطقه هاي مش حقدر اروح باتجاه اليسار. 80% of the time the action north takes the agent north، يعني الان دائما عندي نسبه الاعتماد على النورث اكثر، تمام، بحيث انه في شيء في شيء وول في الطريق. 10% of the time the north take agent west، لما انا بقول له ويست روح نورث فبروح بقول، و10% east. There is no wall, there is a wall in the direction of the agent، ممكن يكون في عندي جدار للمسكو the agent stay put، ولازم يكون منتبه. The agent receive rewards at each step أو each time step، وهذه اللي معناته أنا مع كل خطوة للأمام بقرب فيها من الهدف اللي عندها بأحصل على جائزة. The small living rewards each step can be negative، إذا إحنا بنتكلم على عامل الزمن معناته أنا بده يخلص ضمن 100 ثانية التحدي اللي موجود عندي، معناته أنا الستيب وورد الليفينج في عندي ماينس، تمام، وهذا ممكن يكون بالسالب عشان إحنا فعليا أنا بدي أنقص الزمن الموجود عندي. Big reward come on the end، أنا في الآخر لما أنا بقول وصلت، تخيلوا أنا وقعت في الحفرة هان، معناته هاي سالب واحد اللي هي الـ end الجيم، وإذا أنا وصلت هان معناته موجب واحد اللي هي. طب ليش هان بنقول لك إحنا small؟ عشان أنا فعليا مع كل step أنا فيه بده يكون في عندي حسبة للبروبابيليتي اللي موجودة عندنا. هدفنا دائما maximize sum of rewards، دائما أزيد من قيمة الريوردز اللي موجودة عندي. في الديترمينستيك وورد زي ما قلنا سابقا أنا معروف الحركة، بينما في الاستوكستيك أنا هان وممكن أكون في عندي في الجريد أنا هيها بريديترماين، معناته أنا بتحرك للأمام، بينما في الاستوكستيك جريد وورد أنا موجود هان بدي أخذ الخيارات الثلاثة اللي متاحة أمامي، واحدة منهم للأمام، واحدة لليسار، وواحدة باتجاه اليمين، وبناء عليه أنا بدي أتحول الحالة تبعتها. الآن إذا أنا تقدمت للأمام بده ينحسب عندي قديش أنا طبعاً الليفينج تايم أو التايم بده يأخذ ماينس فاليو، تمام، أو الريورد بده يكون بالماينس للليفينج تايم، وحيكون قديش أنا بدي أكون قربت من الجول ولا ابعدت عنه زي ما حنشوف كمان شوية.
طبعا لما عاده بتكلم على الماركو الماركو ديسيجن بروسيس، انا بتكلم جماعه الخير انه المشكله تبعتي او المساله تبعتي اللي انا بدي احلها الفورماليزيشن تبعها او التعريف تبعها بده يكون از كالتالي. لازم يكون في عندي ست اوف ستيتس اس، لازم يكون في عندي مجموعه من الحالات، ويكون في عندي مجموعه من الاكشنز. طبعا احنا الان هي الحالات اللي هو ماشي على الدرب، واقع في اصطدم في الجدار، وقع في الحفره، وصل انتهى الى اخره. وفي عندي ترانزيشن فانكشن، وهي ترانزيشن فانكشن مهمه جدا وهي محور للماركوف ديسيجن بروسيس، بتاخذ مني الستيت والاكشن والنكست ستيت اللي بدها تيجي موجود عندها. ولما انا بتكلم على الترانزيشن قاعد بتكلم انه البروبابيلتي ذات فورم ليدز تو، معناته انا قاعد بتكلم على احتمالية الوصول لمين؟ للأس برايم اللي هي desired state أو next state أو successor state اللي أنا بدي إياها. It also called model or dynamics or the dynamic the dynamics. إحنا بنسميها transition function. Transition function إما بمثلها بال T of S A S prime أو the probability للأس برايم given S و A. Probability of S prime given S O A بالاعتماد على طبعا احنا بنتكلم على conditional probability واللي بده يساوي بدها تساوي هذه probability لا الاس برايم تقاطع الاس على البروبابيليتي للاس. طبعا هي الاس والاي مع بعض هاي جماعه الخير المفروض، بس هاي القانون تبع البروبابيليتي كونديشنال البروبابيليتي. احنا حناخذ جزئيه منه ان شاء الله تعالى. الماركوف طبعا لما نتكلم على ماركوف نسبه الى ماركوف اندري ماركوف العالم الإحصائي اللي اشتغل في من الألف العاش ما بين 1856 إلى 1922. الماركوف دائما بيهتم the given present state و the future and the past are independent. يعني الآن لو أنا افترضت هي عندي الباست الماضي given حاليا في عند الفيوتشر، انا انتقلت من الستيت وبدي اروح للستيت الثانية. الان الباست والفيوتشر ار اندبندنت، ما لهمش علاقه ببعض. شو يعني هذا الكلام؟ يعني دائما انا بانظر للكرنت ستيت هي التي تؤثر بالنكست ستيت، والسابق ما لهش دخل. For Markov decision process, Markov means action outcomes depends only on the current state. Action outcomes depend only on the current state. وبنرمز لها الـ probabilistic of the next state S of T زائد واحد أو الـ S prime تعتمد على شغلتين اللي هي state الكرنت ستيت اللي هي في التي والاي وبناء والاكشن اللي بده يتنفذ في الكرنت ستيت اللي موجوده عندها. يعني اذا انا افترضت انه هذه تي من ناحيه زمن كرنت، معناته هذه تي هتكون زائد واحد وهذه الباص هيكون تي ناقص واحد. وبناء على هيك دائما انا موجود بأشتغل فيه على الكرنت عشان أتنبأ بالنكست اللي موجود عندي. This is just like search، وهذا أشبه بعملية البحث where the successor functions the successor function could only depend on the current state not on the history not on the history. وزي ما قلنا بنتفق على نشتغل نستخدم الكرنت ستيت. الماركوف تشين او البروسيس او الموديل كلها مسميات لنفس المصطلح. يعني لو قلنا ماركوف موديل، ماركوف تشين، ماركوف بروسيس، سي ان
value of x at given time is called the state. طبعا عادة يكون الستيت هي عبارة عن discrete أو finite discrete state. الآن هذه الـ chain أو السلسلة أو الـ process بديت أنا الـ x 0. الـ x 0 بدأت الـ time 0 هي الـ state البداية initial state. الآن بناء على action 0 انتقلت لمين؟ لـ x 1 وبناء على الـ action اللي هان انتقلت لـ x 2 وبناء على الـ action اللي هان خلينا نسميه A 3 انتقلت لـ x 3 عفوا A 2 انتقلت لـ x 3 وهكذا. وبالتالي دائما أنا في عندي الـ probability تبعت الـ B 0 لازم تكون موجودة عندي هان لأنه هذه الـ initial وبعد هيك أنا بأصير بقول لأي تي والتي أكبر من صفر تمام تي أكبر من صفر for any t الآن بقدر أقول the probability x of t conditional given x of t minus 1 للحالة السابقة. The transition model هاي specify how the state evolves over the time بتحدد كيف بتتطور أو كيف تتحور الحالة state أو الحالة اللي عندي عبر الزمن أو مع تقدم الزمن. The stationary assumption معناته أنا في عندي assumption transition probabilities are the same over all the time. شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام بيقول إنه أنا في probability التغير في الستيت ثابتة. يعني لو أنا أجي قلت والله إنه الباب مغلق وأنا بدي أفتحه الباب مغلق وبدي أفتحه بنسبة 50% طب الباب مفتوح وبدي أسكره 50% طيب هذا الآن في ستيتس غير هيك. يعني لو أنا افترض في عندي باب تمام وقلت لكم شو الباب تبعت هذا الباب في عندي باب أنا شو الستيت تبعت الباب في عندي 2 ستيتس open closed مضبوط بناء على التو ستيتس. الان لو انا قلت لك بدي افتح الباب احتمال قديش 50% طب بدي اسيبه مغلق 50% هيك الحسبه بتكون عندي هنا. فانا بتكلم دائما الستيشنري الستيت تبعت الترانزيشن هذه حتبقى كما هي مش حتتغير. يعني لو انا اجيت كمان في المثال قلت ماشي انا بالسياره وبدي اسرع ماشي بالطريق وحبيت أدوس بنزين أزود سرعة السيارة هذا احتمالية زيادة السرعة قديش كذلك احتمالية تخفيض السرعة أني أرفع رجلي عن دواسة البنزين وأدوس على دواسة الفرامل الاحتمالية قديش. فهاي الاحتمالية حتبقى قائمة ثابتة هذه طبعا هذا الأسامشن الموجود عندي عشان هيك سمالي استيشنري ثابت هذا حيبقى ثابت عندي إلى نهاية المسألة اللي موجودة عندها. طيب مثل انا اقول والله انه الجو ممطر الان احتمال انه يصير مشمس 30% طب احتمال انه يضل ممطر 70% هي هيك. طيب لو كان مشمس وبده ينتقل للعكس معناته مشمس وبده يمطر 1% مشمس ويبقى مشمس 9% 90% وبالتالي هذه الاحتمالات لن تتغير باي حال من الاحوال حتبقى ثابته في كل المساله زي ما حنشوف لاحقا ان شاء الله. كذلك الماركوف هان assumption يقول إنه the future is independent of the past. يعني ماليش دخل في ما مضى أنا إلي الدخل the future فقط dependent على مين على the current independent of the past given present. طيب معناته xt هذا معناه xt زائد واحد is independent of x واحد أو x صفر لا حد x ناقص t هذا كله ماليش دخل فيهم فلو دخل في مين في XT. طب XT إلها دخل في XT ناقص واحد. XT ناقص واحد إلها دخل في XT ناقص اثنين. لا حد ما نكون X واحد إلها دخل في X صفر. و X صفر هي الـ state. يكون هكذا أنا فعلياً independent الـ past أو الـ future independent of the past. طبعاً هاي جماعة الخير في الماركوف إحنا بنقول الـ first order Markov model. لانه في عندك هذا صار في تطور عليه اكثر الان احنا بنتكلم بالفورس اور بالفيرست اوردر يعني العلاقه فقط بين الاكس تي زائد 1 والاكس. اذا انا بدي اقول له سكند اوردر معناته انا بده يكون اكس تي واكس تي ناقص 1
مع بعض، بدي أخذ two states وهكذا. عشان هيك أنا ممكن يكون في عندي الأوردر هذا اللي أنا بتكلم عليها، إنه كيف أوردر مودر allow dependency of the k earlier steps. تمام، معناته أنا بتكلم على joint distribution هو عبارة عن the probability لا ال x0 لحد ال xt، وهذا بتساوي the probability of x0 اللي هي موجودة عندها ضرب conditional probabilities x of t على ال x given xt ناقص واحد. تعالوا نشوف عشان نفهم ال transition function وقيمتها وقديش هي تتغير مع الزمن بشكل كويس. بيجي بقول لي هاي المثال هذا تبعنا بتكلم عن الطقس، والطقس يعني الآن في عندي Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday، والطقس إما حيكون مشمس أو ممطر، مشمس أو ممطر، وبناء عندك تأخذ الأكشن الموجود عندك. معناته أنا الستيتس اللي عندي إما رين أو صن، الانيشال ديستريبيوشن، انيشال ديستريبيوشن اللي موجودة عندي هان 50 50، 5 من 10 رين، 5 هي الـ probability x of 0. الـ transition model تبعي بقول لك التالي، لاحظوا هاي الـ transition model، لاحظوا انه هان قلنا هذه قلنا عنها ايش سميناها هنا الـ stationary assumption، stationary assumption بل ثابتة مش هتتغير. الترانزيشن موديل تبعي اللي هو ممثله الجدول التالي لو بنسميه احنا البروبابيليتي الكونديشنال البروبابيليتي تيبل، كونديشنال بروبابيليتي تيبل. الآن بقول الانتقاء الجو مشمس سابقا ويبقى مشمس نسبة 90%، مشمس وينتقل إلى ممطر 10%، ممطر وينتقل إلى مشمس 7-3%، وممطر ويبقى ممطر 70%، 30% و70%. وهذا الكلام معناته أنا التيبل هذا الكونديشنال بروبابيليتي تيبل، كونديشنال بروبابيليتي تيبل ممكن أنا أمثله طريقتين مختلفات، إما بالستيت بالفينايت ستيت ماشين ستيت، وبأجي بقول أن الرين تبقى رين 7 من 10. ولاحظوا جماعة الخير مع كل رو لازم يكون المجموع دائما واحد صحيح، مع كل رو المجموع بده يكون دائما واحد صحيح. الآن رين لرين 7 من 10 أيها في الجدول هان، ومن رين إلى سني 3 من 10. طيب من صني ويبقى صني 9 من 10، ومن صني لرين 1 من 10، والمجموع البروبابيليتي اللي موجودة عندي هان. وهذا طبعا احنا بنسميها الستيت او بنمثلها من خلال الترانزيشن او البابينج اللي موجودة عندي هان. صني بدروح على الصني 9 من 10، الصني بدروح على رين 3 من 10، الان رين بده يروح على الصن 1 من 10، ورين يبقى رين معناته 7 من 10. هاي اي تمثيل من هذول الاثنين ممكن بمثل او بعبر عن الجدول اللي موجود عندنا. تعالوا نشوف احنا عفوا احنا لحظه شباب بس تعديل بسيط بعد اذنكم، مش هذا الاستيشنري، هذا الانيشال ديستريبيوشن. الاستيشنري هاي تبعت البروبابيليستيك تبعت الترانزيشن، انا قاعد بتكلم على الترانزيشن موديل اللي هي البروبابيليستيك تبعته الترانزيشن بروبابيليتيز، ترانزيشن بروبابيليتيز اعتذر منكم كمان مره، هذه هي الاستيشنري. اسامبشن يعني صار ثابت مش حيتغير، مش هيتغير عندي مطلقا. تعالوا نروح على الآن على المثال اللي موجود عندها.
هاي الاستيشنري او البروبابيليتي الترانزيشن بروبابيليتي الموجوده، والايجنت بده الان هاي الكرنت دي تمام، وبكره بده يتوقع ايش بده يكون تمام، وبعد كم يوم بده يحاول يتوقع كم لمده كم يوم ايش بده يصير في الجو عندها. هذه الانيشال ستيت في التايم زيرو قلنا 50% 50% تمام. بناء على العناصر الموجوده عندي هان انا بدي اروح اتوقع او اشوف ايه فعليا ايش بده يكون في عندي الجو. حقول له probability التايم 1 التايم 1 probability of x واحد بدها تساوي summation probability ل x واحد بناء given الانيشال اللي موجودة عندها، معناته هذا يساوي probability حسب القانون اللي شفناه سابقا مجموع probability تبعت الانيشال مضروبة في conditional probability تبعت الاليمنت اللي موجود او التغير بناء على الحاله السابقه. ايش الكونديشنال بروبابيلتي؟ هاي يا جماعه الخير انا موجوده عندي هان، وبالتالي هذه تساوي 5/10 لانه معقول بقول مع كل ستيت اللي في الاكس 0 5/10 مضروبه بالصف الاول مجموع لها 5/10 مضروبه في الصف الثاني، وبروح بقول لي ايش؟ بقول لي هاي البروبابيليتي تبعت مين؟ تبعت نيكست دي. يعني الان اذا كان في عندي احنا هنا سابقا قال لي انه الرين 5 السن هو بدا بالخمسة، معناته عفوا هذه السن صارت 0.6 ورين صارت 0.4، هذه مع الايتريشن الاولى مع اليوم الاول. اليوم الثاني حاخذ الفاليو الجديده هاي واحطها ليش؟ لانه انا بدي اتنبا باليوم الثاني الان، وصار عندي اليوم الاول موجود، فبدي اعتمد على تايم 1. فتايم 1 او دي 1 او التوقيت الاول هي صار 6.4 وهذه بقيت ثابته تمام، اللي هي الترانزيشنال بروبابيليتيز. ايش في اليوم الثاني؟ مباشره حروح انا اقول له في اليوم الثاني انه حيكون في عندي انا هان probability of x2 واللي بدها تساوي summation ل x1 في probability عفوا من هان probability ل x2 و x1 equal x1 الحاله السابقه اللي موجوده عندي هان، وقلنا هذه تساوي summation the probability ان x1 بالاكس بالحاله تبعتها مضروبه في مين؟ في للكونديشنال probability للاكس 2 given x1. هذا التفصيل هاي اللي مش ضروري اطلع اكتب فيها، وهذه تساوي الان 0.6 بدي اضربها في 9 0.9.1 زائد 0.4 بدي اضربها في 0.3.7 وهذه بدها تساوي بالنسبة لي حتديني فاليو جديدة الآن 0.66.7 24 4 في احنا بدي اجمع هنا 6/10 انا 6 في 1 معناه حضرب هذه هان وهذه هان واجمع لهم العناصر الموجوده عندنا، فحتكون النتيجه 0.34 صح هيك؟ يعني انا اخذت 6/10 ضربتها في 9 اللي هي قديش؟ 56 مضبوط 56، ورحت هان جمعت لها 54 معناته هن صارت 66 المجموع، مجموع هاي اللي هي الفيرست اليمنت في الطبل اللي موجود عندي هن. في الثانية 0.6 مضبوط، والآن 4 في 7
هي المفروض، لا هي المفروض تكون قديش يا جماعة الخير؟ 0.06، وهنا 7 في 4 28، 28 معناته 34 وهكذا، صحيح. وبالتالي هي الستيت اللي موجودة عندنا، وبالتالي هذه القيمة هنا تنبأت بدي 2، أي الآن حذرت دي 2 أو قدرت دي 2 بناء على هاي الاحتمال، معناته الآن في عندي 66 صن وفي عندي 34 رين. طيب الخطوة اللي بعدها في دي 3 بعيد نفس الكلام، صار 69 صن أو 30.4 304 من 1000 رين. وهكذا ممكن انا اضل ماشي بالتشين هذه او بالسيكونس هاي او البروسيس هاي الى اكبر عدد ممكن من الايام حسب حاجتي اللي موجوده عندنا. طيب ملاحظين يا جماعه الخير انه فعليا تبقى احتماليه الصن اكبر من المطر، لانه فعليا التغيير عندي انا هان او البروبابيليتي الترانزيشنال البروبابيليتي هي اللي ثابته وهي بتحكم الموضوع اللي موجود عندنا. ومن معناته أنا بتكلم على الألغوريثم اللي موجود عندي هان، أنا المفروض أروح أقول له what is the state at time t، أروح بحسب له إياها وبقول له بدها تساوي probability تبع عبارة عن حاصل ضرب probabilities السابقة probabilities نعم الاحتمالية السابقة مضروبة فيش في الconditional probability اللي موجودة عندي هان، واللي هي هاري بأجيبها من الترانزيشن موديل، وهي البروبابيليتي هاي اللي هي الخاصة بالإتريشن السابقة الإتريشن. وطبعا أنا ببدأ دائما مع T equal 0 وبأضلني أمشي في البروسيس اللي موجودة عندنا. طبعا لما أنا بدي بتكلم أنه أنا فعليا بنعيد الفورميليشن بشكل سريع، طبعا شفناها سابقا ومرينا هي شفنا مثال عليها، معناته أنا في عندي مجموعة state مجموعة actions، في عندي transition function والtransition function مهمة جدا وبتعتمد على the probability أو conditional probability زي ما شفنا، the conditional probability أو the probability of S star أو S prime تمام the next state مقصود فيها given the state والcondition اللي موجود عليها. وطبعا في عندنا reward function، هذا الكلام احنا شفناه كلياته. الآن بقي ايش؟ ننتقل لجزئية reward function عشان نكمل بالمثال اللي موجود عندنا. طبعا ضل عندنا نشوف هنا الريورد او نفهم الريورد فانكشن زي ما قلنا، ونشوف ايش اللي بده ينضاف عندنا في الريورد فانكشن. طبعا عشان اتكلم على الريورد فانكشن يا جماعه الخير لازم انا اكون في عندي سياسه واضحه او منهجيه واضحه للحل، وهنا بيتطلب مني انه اضع سياسه او احط في عندي قيود او رولز عشان انا احكم العمليه اللي موجوده عندي. بشكل عام انا في الديترمينستيك كنت بقول سنجل ايجنت سيرش ذا بروب، في الديترمينستيك سنجل ايجنت كنا بندور على الاوبتيمال بلان واللي هي عباره عن سيكونس اوف اكشنز صحيح تو ستارت فروم ستارت تو جول حد وصول للهدف، كانت هذه البلان المفروض تنعمل من خلال السيرش تري ومن بطبق الالجوريثم الموجود عندها. في الديترمينستيك الاوبتيمال اللي انا بدي اياها اللي هي حتكون عباره عن مجموعه الستيتس والاكشنز اللي بتوصلني لافضل حل given a policy. طبعا هنا بديني بوليسي او لازم يكون في عندي سياسه an action for each state، يعني انا لو اتخذت action، يعني احنا الان في الرسمه لو هذا الرسمه هي نفس الرسمه السابقه الرسمه اللي فيها النار، لو انا اخذت action وجيت هان ايش السياسه او ايش بده يصير عندها؟ هل هذه الخطوه تتكافأ مع هذه الخطوه نحو الوصول للجائزه؟ هل لو انا كنت هان لو انا كنت هان وانتقلت هيك هل هذه الخطوه تكافئ نفس الخطوه لو انا اجيت للاعلى نحو الجائزه؟ حتما لا. وبالتالي انا لازم يكون في عندي سياسه تمام بتحدد قيمة الأكشن في كل أو ما يترتب على الأكشن في كل مرة. The optimal policy وأفضل policy بالنسبة لنا is one that maximizes expected utility
لو انا اتبعت البوليسي هذه بزيد من فرصه او من احتماليه تحقيق الاهداف المتوقعه تبعتي. An expected an implicit policy defines a reflex agent. ايش يعني explicit يا جماعه الخير؟ explicit خارجيه او معروفه مسبقا او عكسها implicit ضمنيه. External policy defines يعني اذا انا كان في عندي بوليسي معناته انا بعرف reflex agent، وكاني قاعد بتكلم بالمثال الموجود عندي عند الماركو انه انا ممكن اتكلم على ريفلكس ايجنت، والريفلكس ايجنت في عندي مجموعه من الروتس بتتبعها، بتتبع الروتس بتحقق النتائج المطلوبه اللي موجوده عندك. هان بيجي بقول لها عن الاوبتيمال بوليسي وين الريورد فانكشن تبعتي ايكوال 4 من 10 او ايكوال 3 سالب فاصلة 3 من 100. طبعا الاشاره سالبه لانه زي ما قلنا هي عباره عن بده يصير في عندي تقليل من قيمه ايش من البيريود اللي موجود عندها. For all non-terminals لكل states اللي هم مش في الterminal اللي انت مش هان فيه، تمام؟ وهذه هي الستارت تبعتك مش هتنحسب عليك. فانت في اي step هنا الريورد تبعتك قيمتها سالب فاصلة 4 من 10 مثلا او فاصلة 3 من 100. مين اللي بحط هاي بناء على حسبه او بناء على البروبابيليستيك اللي بدها تكون موجوده عندك. تعال نشوف، هاي في عندي مجموعه بوليسز من ضمنها الثلاثه والاربعه من عشره. خلينا نبدا مع البوليسي الاولانيه اللي ظاهره قدامنا الان. سيبونا من الرقم بس الموجود يا جماعه الخير، حنا حرجع للرقم مره ثانيه. الان في الستارت ستيت لو انا لاحظوا ان اخذت اكشن للخارج اوتسايد، شو رايكم بالاكشن هذا؟ هل ممكن اتكافئ عليه؟ حتما لا، مش هتكافئ عليه. طيب اوكي، رحت على اليمين في مكافاه. طيب رحت كمان، عفوا، على اليسار، رحت كمان مره على اليسار في مكافاه، لكن المكافاه هان كانت افضل من هان. ليش؟ لانه انا هان فعليا ابعدت عن الجول. انا الاصل من هان اذا كنت هان بدي اعد 1 2 3 خطوات، بينما اذا انا بدي كنت بدي اروح هان معناته اي 1 2 3 4 5 6 بدي 7 خطوات عشان اكون في الهدف. وبالتالي المشكله انه هاي الستيب فيها بعض المحاذير، او هذه البوليسي لو انا بقول لو توجهت لكذا بدي اديك الجائزه تبعتك كذا مع كل ستيب. لاحظوا هاي كمان انه انا في اللحظه هان بعد ما انا جيت هان اخذت ممكن اخذ اكشن باتجاه الجدار، فما هذا مستحيل انا امشي مغلقة النقطة هاي. وبالتالي هاي الآن إذا أنا أخذت أكشن هن معناته أنا متت، هذه نهاية اللعبة. أنا الآن بدي أحصل 1، تمام؟ وبالتالي مع كل ستيبز أنا ممكن أفقد جزء من الواحد اللي موجود عندها. طيب نيجي لهاي أوبتيمال أو السالب 3 من 1000 أو من 100 عفوا. إجينا هن إيش مشكلتها أو إيش بأحسن؟ طبعا كل ما كبرت القيمه، كل ما كبرت قيمه الريورد بكون افضل. كل ما كبرت قيمه الريورد افضل. هي بالسالب هاي اكبر ولا اصغر يا جماعه الخير؟ اصغر. كل ما تكلفه كل خطوه، كل ما تكلفه كل خطوه تمام قلت معناته انا افضل بالنسبه لي. هيك بدنا نقول. الان هذه البوليسي تكلفتها تقريبا سالب 3%. ليش؟ فيها خطوه واحده، لو فيها مشكلة في الخطوة هاي فقط. لاحظوا انه كله ماشي بالاتجاه السليم ما عدا هاي انه ممكن يكون فيها ايش؟ مشكلة. طب تعالوا نشوف الستيب هاي. بيرفكت. يعني ممكن هذا نقول هذا ايش؟ 4 من او سالب 4 من 10. طبعا السالب 4 من 10 اصغر من 3 من 1000 ولا لا؟ عشان بس نذكركم إذا كان هنا الصفر وهنا الواحد، هاي الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 إلى آخره 9 10. الآن إذا هذه 1 من 10، الواحد من 100 هان قيمتها أكبر، 3 من 100 هان قيمتها أصغر من 1 من 100، 4 من 10 هان قيمتها أصغر لأنه بتتجه نحو سالب 1، تمام؟
إيه. هاي الستيب سالب اثنين، هاي أفضل منهم كلهم. ليش؟ لأنه فعليا بيعتمد على، عفوا، هذه الريسك فيها عالي جدا، فيها مشكلة أنه أنا ممكن أروح أموت، وبالتالي القيمة اللي عندي حكون فيها مشكلة دائما. طيب كل ما صغرت القيمة معناته أنا أكون في عندي الأوبتيمال ستيب بالنسبة لنا أفضل شيء. طيب الآن في المجموع، في جمع الجوائز، أو خلينا نقول مع كل خطوة في جمع الريوردز، إيش الطرق اللي أنا بدي أشتغل عليها اللي موجودة عندها الآن؟ إذا أنا بتكلم utilities اللي هي الجوائز أو الأهداف الموجودة عندي of sequences مع كل خطوة، الآن أنا في عندي اتجاهين، إما أنا بأجمع واحدة واحدة أو تراكمي، أو بأشتغل إنه بأجل الكل وبأخذه لمرة واحدة. طبعاً هنا بتكلم على إيش البريفرنس اللي أنا بدي أشتغل عليه في جمع how over rewards the sequences. هشتغل على المور ولا الليس؟ يعني أنا بدي أدور على الأكبر ولا على يعني الآن 2 3 4 مع كل ستيب أنا أخذتها، في الأولى أخذت 2، الثانية أخذت 3، الثانية أخذت 4، ولا مع الستيب الأولى 1 و2 و2، أي أفضل بالنسبة إلي؟ لا، بكل تأكيد المور هي أفضل بالنسبة لإلنا. Now or later، يعني أنا أخذ الريورد تبعتي الآن ولا أخذها بعد 3 خطوات، مين أفضل؟ لا، بكل تأكيد البريفيرد بالنسبة لإلنا أنه أنا أخذ الجائزة تبعتي الآن أفضل. بما أنه أنا بتكلم على ستوكستيك، معناته أنا من الأفضل بالنسبة لي أشتغل بالنمط اللي موجود عندي. لكن الآن تعال نشوف هيك، طب أنا بدي أجمع، هيك بقعد بقوله أنا بدي أجمع أكبر أهداف أو أكبر عدد، تمام، من أول خطوة. يعني هيك كل، يعني بدي أخذ، بدي أتحقق أنه دائما أحصل على قيمة الجائزة الآن، بديش أجلها. كيف ممكن أنا أحصل عليها؟ اللي معناته أنا هان بتكلم على موضوع الديسكاونتينج، إنه مع كل، بما إنه أنا بتكلم مع تايم أوف لاين أو لاين أوف تايم، بتكلم مع خط الزمن تايم لاين، بتكلم مع خط الزمن، معناته الريورد قيمتها بتنقص، بنعملها ديكي أو ديسكاونتينج. بما إنه أنا بتكلم الريزنبل، المنطق بقول إنه ماكسيمال ذا سم أوف ذا ريورد، والريزابون بقول انه خد الريورد ناو مش ليتر، معناته انا بدي اشوف كيف ممكن انا اجمع، عشان انا اجبر اني انا اجمع اكبر قدر ممكن الان، معناته انا مع كل فتره من الزمن تتقدم الريورد تبعتي او قيمه الجائزه بتنقص لحد ممكن نهايه تتلاشى. value of reward decay exponentially، بتنقص او بتتغير تبع الاكسبونشال. هذا واحد من الحلول اللي مطروحه عندنا. بقول لي الآن إذا كانت قيمة الجوهرة الآن 1 في الخطوة التالية عبارة عن ستيب أو قيمتها ألفا، والألفا هاي يا جماعة الخير هي عبارة عن فاكتور، أنا بدي أضلني أضربها وين؟ في القيمة اللي موجودة عندها. ممكن أقول له أنا الألفا إيكوال 9 من 10 مثلا، 9 من 10، معناته في الستيب هذه الآن قيمتها هاي 0.9، تمام؟ في النكست ستيب 2 steps 9 في 9 81، لاحظ معايا قديش انبسط. طيب الان في الفيرست ستيب كانت قيمتها 1، لو قلت له الالفا ايكوال نص، معناته هذه نص، نص ونص، معناته صارت 25 من 100. شايفين كيف؟ لو قلت له انا 7 من 10، معناته هذه قيمتها 7 من 10، بعد خطوتين 49 من 100، بعد 3 خطوات 49 في 7، معناته 63، 7 28، معناته 34. بتصير الخطوة الثالثة في الستيب الثالثة قيمتها كذا، عشان هيك بنقول احنا exponential، فكل مرة بأرفع على الأس ألفا أس كذا، في الثري ستيبس ألفا أس 3. طيب وهذا الكلام بدفعني انه انا ادور او الجائزه اللي تتاح اخذها باسرع وقت ممكن، عشان ايش؟ ما اخسر من قيمتها. وبالتالي انا الان
لاحظوا معايا how discount how to discount كيف بتعدل معناته each time we descent level كل زمن مع كل في كل جولة أو في كل iteration أنا بنزل مستوى معين we multiply the descent the discount once معناته أنا بروح بأضربه في قيمة الديسكاونت why discount ليش إحنا بنطبق الديسكاونت قلنا think of it as gamma chance معناته أنا بتكلم كفرصة of ending the process at every step معناته أنا فرصتي إنه أنهي الستيب هاي معناته قيمتها كذا معناته كل ما أنا نزلت للأسفل معناته أنا بأفقد من قيمة الجائزة اللي موجودة عندي وهذا بساعد إن الألغوريثم تبعتنا إنها تصل للسوليوشن بشكل أفضل طبعاً الديسكاونت لو أنا افترضت الآن أنا في عندي هيهم واحد اثنتين ثلاثة أنا واحد أنا اثنين أنا ثلاثة الآن هذه الجولز اللي أنا بدي أجمعها معناته أنا لما بدي أجمع الأولى حجمعها هذه واحد في واحد نص في اثنين ربع في ثلاثة وهذه بكل تأكيد بتختلف لو أنا جمعت الثلاثة في الأول ثلاثة في واحد اثنين في ثلاثة اثنين في نص عفوا هاي قيمتها قديش واحد واحد اثنين وربع الثلاثة 25 في 3 15 في 3 6 7 75 معناته 2 و75 الأولى اللي فوق بينما اللي فوق هاي 3 زائد 1 زائد ربع معناته 4 وربع وبالتالي واضح عندي هان إنه أنا في الديسكاونت لما أنا بحصل على القيمة الأثمن أولاً يكون الريورد تبعتي افضل بالنسبه لي اوكي وهيك بكون انا بتكلم على الماركوف ديسيجن الماركوف ديسيجن بروسيس تمام هي عباره عن اشبه بالسيرش تري عباره عن سيرش تري انا بدي اشكلها في عندي الانيشال ستيت في عندي اكشن الاكشن بوديني للستيت والستيت هاي الاصل فيه لها احتماليه تمام من خلال الترانزيشن انا بقدر احدد انا وين انتقل على العناصر وفي عندي ايش الريوردز اللي موجوده مع كل اليمنت من مع كل اللي انا بدي احصل عليها والمفروض قلنا الريوردز هذه بتصير عليها ديكي لكن هذا الكلام معناته احنا ممكن يكون في عندنا الانفينيت لوب او صار في عندي ان ادخل في انفينيت اتريشن يعني انا لو كان في عندي الستيبس أنا ممكن أروح أصير أخش في دوامة يعني لو أنا جيت افترضت هان لو كانت هذه هي الأسهم تبعتي البوليسي تبعتي معناته أنا بضلني بأشتغل هان وهذه الانفينيت لوب كيف أنا ممكن أدور في الانفينيت لوب اللي موجودة عندي هان أو كيف ممكن أتخلص منها get infinite rewards السوليوشن تبعتي انه انا وشفنا احنا بالمثال السابق هان انه لما مسحتها عفوا لما انا صرت اضرب في 8 في 9 من 10 تمام التصغير او الديكي او التصغير الريوردز يتم ببطء يعني في كل مره باخسر قيمه 1 من 10 من قيمه من القيمه الحاليه طيب عشان انا اخلص منها معناته هلا انا فعليا محتاج 10 ايتريشن هاي طيب بينما لاحظوا الديكي لما كانت 5 نص صارت ربع صارت ثمن صارت 1/128 الى اخره طيب ايش الحل الحل انا اروح اقول له هاي في عندي فاينايت هوريزون انه انا فعليا اروح اقول والله في مجال اني اوقف حد مستوى معين وهذا طبعا نتكلم على depth limit search لما احنا قلنا بدنا نوقفه terminate episode after a fixed of t steps احدد مقدار خطوات الحياة تبعتي اللي انا ممكن اشتغل عليها gives non-stationary policies انه انا يكون في عندي non-stationary policy ممكن انا يصير في عندي هان انه يصير y depends on life of time يعني الان اروح اقول والله مثلا قيمة الالفا ضرب 2 مثلا او ضرب t الديكي صارت الآن على الألفة لكن برضو أنا بأزيدها من خلال مين؟ من خلال الإتريشن اللي أنا موجود عليها وبهيك أنا دائماً الألفة تبعتي بصير في عليها تغيير كل مرة
تمام. بالنسبه للديسكاونتنج انا بس ممكن استخدم الالفه ما بين العناصر هذه، وزي ما قلنا انه اخليها تتغير تبعا للعناصر القيمه الموجوده. Smaller means smaller horizon or shorter term focus. Absorbing state بتضمن لي that every policy for every policy the terminal state will eventually be reached like overheated over race car. طبعا احنا ممكن نتكلم في عندي انا في absorbing state وهي في البوليسي بحيث انه انا اضمن انه اصل لكل ستيت او اقدر اوصل لكل ستيت اللي موجوده عندي في العاصر. طبعا احنا حوقف الان لانه حنتقل لمثال الكار ريسينج وما بدي الفيديو يطول كثير، اكتفي بهذا القدر. بتمنى ان شاء الله تكون الامور بالنسبه لكم مفهومه وواضحه. بتمنى عليكم ترجعوا لموضوع الاوبتيمال بوليسيز وتفهموها كويس، ولو حسيتوا في اي مشكله ان شاء الله بنحلها في موضوع ال في اللايف سيشن اللي بتصير لاحقا. السلام عليكم ورحمة الله.